تخيل كيف شوقه لك يوقف يوم القيامة: يا رب هذا من عبادك وهذا قد وحدك. فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي اذهبوا فانظروا هل له من حسنات. ويدخلون يدورون له فلا يجدون عنده الا لا اله الا الله. فيأتون يقول: يا رب لم نجد عند هذا الا لا اله الله. قال: ادخلوه بلا اله الا الله ولنرضين محمد ابن عبد الله. يا الله، لازم نرضي محمد. رسولنا لن يرضى الا اذا رأى كل من وحد من امته دخل الجنة. الا يستحق الحب؟ الا يستحق اتباع السنة؟ قل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، بالسير على هديه، بالسير على طريقته واقتفاء اثره صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم.